شفناه في دنيا أخرى كريم الغرب، الممثل كان حاضر في حوار إذاعي اسمعوه، شنو قال؟ شنو قال عليك؟ اي لمين النهدي؟ دنيا أخرى تراجع مقارنة بسنوات الفارطة، استسهال، تسرع وتكرار الشخصيات لنفسها. مش نعمل شو قلنا معناه هذا رايو نحترمه على الاخر معناه كي يجي من هذا رايو نحترمه معناه فما استسهال نجم يكون ضر هذا احنا نقولوا لك ما نجمش نجي نقول لك فما حد كان فما ما تستناش نقول لك فما استسهال معناه ما فماش استسهال خدمناه بالرسمي اعطينا معنا والكل وخدمنا بالحق من بعد هذيك الريزلتا من بعد العباد خلف الخلصي مخرج سبع سبايا بعلوش ظلمة وهو افضل من كريم الغربي وبسام الحمراوي هاي ايش بيش معنى رايو نحترمه معنى خلف الله الخالصي روف بن عمر كان معايا البارح عدد المشاهد في سلسلة دنيا أخرى ثلاثة وصلت حد السذاجة كريم الغربي ميضحكنيش بس ميضحك أنا عمري ما ريته يضحك اللي زال روف بن عمر شكون يضحكوا روف بن عمر ريته يضحك يظل كان كيسبوا له الشهرية نحترمه زاد استاذنا الكبير ورايو ما يضحكنيش حتى أنا كريم الغربي ما يضحكنيش هما العباد الكل يحكيوا على دنيا اخرى فما ستكومات اخرى شباب يحكيوا على كان دنيا اخرى خاطر يتشاف خاطر يتشاف هما يتفرجوا فيه ما دام توصل تنقد حاجه زياده يسيبونا خلينا نخدموا على رواحنا يا خويا احنا العباد تتفرج فينا العباد تحبنا شنو نعملوا وهنا بس يا معبي في المسيره احيانا نعبي في المسيره تجينا العباد بالالاف تساكر توف على بكري العباد تحبنا نكمل الحلقه نكملوا الحلقه من هنا تهبط الدنيا اخرى كلها احنا فما كلمات كلمة ماهوش موجود تقالت مرة في سيت كوم وليت حتى مراول في الكتابة كلمة يطيح وانا نطلعها سنية بيرسوناس سمير سنكوح وليت في الحيوت العباد تخدم فيها هذا دليل ان حاجة ناجحة اعملوا حاجة باش تنجحوا كيف ما نجح دنيا اخرى باش تقعدوا تسبوا فيه تفاهة وبذاءة ورذالة وواحد يا خويا اعطيونا البديل فاميليا لول ما ركزتش معاه كي عبارة تفرج في الحد الرياضي نفس الضحك اللي تضحك ويضحكني غازي القنزوعي اكثر منه ما يضحكش خلينا نعقدوا فيها فمي يضحكك فاميليا لول سبع سبايا يضحك ما يضحكنيش ما يضحك جملة ما يضحكش توتو لا صعيب ياسر باش تحكي مع ولد كيما هذا مازال عنده جمعتين نتاع مسرح وجمعتين يظهر في التلفزه كل شيء ولا يعبي في المسرح ويعبي 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 والمسرح يفرغ فيسع فيسع بعد نص ساعه المسرح يفرغ خاطر يبدا يتفرج في حاجات تافهه كل شيء كما يحكي فيه وشو ما يضحكش ما يضحكش وشكون يضحك وشكون قاعد يضحك روف بن عمر يضحك كان كي يجي ياخذ الشهريه نتاعو ما يحشمش يتكلم في روف روف بن عمر تكلم فيه انت يا كريم تحشمش كريم راجل قاري قاري يحكم في الاستيكادي شيف دانيماسيون من المغرب حتى لتونس راهو بن عمر راهو سي با نابورت كي يجي هذا يتكلم في راهو بن عمر ما يضحكش وما يضحكش وسامحني نحترمه شيكر تقلبه شكونك انت وليت تحكي على الناس في حد سخيك في القاعه يا ودي بلا غلطه قال نعبي مسرح اش تعبي مسرح شنو حكيت تعبيت مسرح وشوف الناس كي تخرج تقول بعد المسرحيه نتاعك وشنو عملت في المسرح السكتشات تعمل فيهم تعاود فيهم شنو قله التربه نتاع الناس هذه يا ابو تحط سخيك مع القاعة حكيم رايك كريم الغربي سي تنامي ونحبه ونحب شوف كل حاجة في طريقة أمي أمي إيش يعمل إيش يعمل يا ودي دقيقة مانيش لهنا باش نسبوا العباد ما سبيتش هو تنرفز كيفاش الناس كل حاطة على دنيا أخرى ويستناو في حاجة ما كانوش يستناو في اللي تعرض السنة ثم ناس خدمته ثم ناس تعبت وهو من حقه باش يتنرفز انا من رايي ما يوش يقصد على روف بن عمر اللي شيء ما يضحكوا وداش هو كي هو يتهز ويتحط شو مش يقصد يا ودي ما يقصدش الراجل يكلم فيه ويعمل له هكا معناه جو كومبرون معناتها ستريس والواحد كلها تاع اليوم حسيت الابتسامه تاع استهزاء في كل حاجه يقولها له هادي ولا هو طبيعته هكاك كريم راك تكلموا كلمه يجيبها لك النكته من هنا هل عادي اليوم انت تقول نحترم كل اعمالها العادي على فاميليا لول يقول لك لحد الرياضي ضحكني اكثر من رايو هو يا نزار عاش خويا رايو هو انت ممثل حكيم كي تحضر في بلاتوات تعرف شو تقول رايو هو قلت لك انا رايو لا 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 هو على طريقة انك تعطي راي حكيم ثم طريقة هاني قلت لك ضرب ستريس معناها منرفز ظاهر منرفز تونس كاملة توا وليت حتى دنيا أخرى خايبة سامحني توا شطر تونس تفرجت يقول لك ما تفرجناش من بعد تدخل التلفزيون يقول لك تلقاهم متفرجين قاعدين يتفرجوا بليتو منين شدوهم معناها تو كان يتنحى دنيا أخرى مثلا تقول لك والله خسارة تنحى السنة يتخس المعلن تونس لا نحكي لي يعني حسب رايك اكثر مشاهد لا انا راي راه سيتون رياكسيون اللي هو معناها باهي اللي فهمته من كلامك مادام يتفرجوا فيه وعنده نسب مشاهده
مادام هو هو الاول وعنده حق انه يتقلق على العمل بتاعه. يتقلق على خدمته هو. على العمل بتاعه. بعد تو تجيني تقول لي نزار يسب فيا، اي نزار يسب فيا، ايش تحبني نعمل له؟ انا قمت الصباح نخدم، نقوم الستة نروح العشرة ونص الليل افيك لو غوتار يعلم بيا كربي، ومن بعد هل عادي؟ هل عادي انه على روف بن عمور يقول الضحكة نصب الشهرية؟ ما ثم كلام كيبدا ممثل يوسف ثاني فوق غيره، ثم كلام معين. هذاك كريم الغربي تو جاكم جديد، كريم الغربي تو كيف فدلك معاكم ما يصيرش يقول حاجة هكايا معناها. يعني تفدلك هذيك بالنسبه لي هو سي نورمال يتكلم هكاك، وين الراه اللي هو في حاله نرفيز، هو راهو عاقل ومتربي. يعني تبرر ما صدره من كريم، هذا ايش تحب نفهم؟ اي مبرر مش بدناش احنا لا تربيه ولا اخلاق، الكلام اللي قاعد يقول فيه مش حتى شيء. يا ودي انا تو كنت نرفز نسمعك ما تكره. ما سمعنيش ما تكره. علاش تنرفز فيا باش انت تسمع ما تكره؟ ما نرفزش، انت شو تنرفز؟ اش قال؟ ما نرفزوش، اعطاه اراء في خلف الله خلصي في درجه ثانيه. مشكل اعطاه اراء الزملاء. ايه اراء مخرج واراء ممثلين. لا خويا هذه برك يلزمني نسمع ما قبل وما بعد، عاش خويا باش نحكم. وقت نحكم نحكم على لا توتال دي. لحظة انت تحذر في الاذاعه، حذرت مع هادي ولا؟ واش ترى السؤالات ما جاوبتش عليها. باهي يمشي باللي بلوك، يمشي باللي بلوك. ثم لا بليبار دي كيستيون بروفوكاسيون. ما كيفاش يجاوب؟ اما كي بروفوكيك تعرف كيفاش تجاوب؟ هذا هو اش حبيت نقول. قلت لك ما جاوبش. جاوب ما تجاوبش، هذه طريقة معينة. نمشي لك سكانتر. لا مش معك انا حكيم بالحق، ما انتون كان فيتي عندك حق ما تختار كيفاش تجاوب، لكن الوقت اللي ما تجاوبش راك هربت من السؤال، والهروب من السؤال ديجا مشكل. خاطر الصحفي في حد ذاته وقت اللي باش يقعد معاك باش يقول لك يا محلاك ومرحبا بيك، ما في الاخر باش يخرج منك حاجه، خرج منك حاجه بروفوكاسيون، انت تشوفها بروفوكاسيون، هي شوفها عمل صحفي. ما تونك ما قللش من الاحترام، راهو السؤال مشروع وانت من حقك ولا من واجبك ما يسالش انك تجاوب، خاطر في الاخر عندك جمهور وناس تستنى فيك. الكلام اللي كنت تقول فيه انت صحيح على الاخر، انا نحس في كريم الغربي لهنا مغلف، انسان منرفز ما قاعد يحاول يغطي في النرفز تاعو. خاطر تروح على الاخر ولا ويسالك فيها بتفدلك. ما ماهوش مشكل انه واحد يسال في السؤال. السيد معناها خايب، معناها قصده حتى كي قال على رؤوف هكاك، مش معناها راهو رؤوف هكاك. ايه ما هو ممكن اكثر ودور لسان وبرشا مرات قبل ما يتكلم. ريبونس سامانيا غالي. شوف نقول لك حاجه، انا الوليد هذا خايف عليه بالحق. ليه خايف ليه والله ليه والله ليه؟ على خاطر تحسوا، انا نقول لك خايف عليه خاطر تحسوا فات شويه القيمه اللي نورمالمون يكون موجود فيها. نورمالمون وليد مازاكي بدا كما كان يحكي توفيق، وانا مانيش باش نحكي على الفنانين، انا واحد من الناس راهو ضحكني على الاخر نكونوا موجودين متفاهمين، لكن ديرنييرمون في دنيا اخرى ما ضحكنيش. والسؤالات كي تتوجه برانسيبالمون كريم الغربي على خاطره في العامين الاخرين في دنيا اخرى بروز او العام الثالث، راك انت راس كبيره كيما نقولوا جروس تيت، لازم كي نسالك تجاوبني بسؤال على قد قيمتك الفنيه، ما تفوتش برشا وما تهبطش برشا. لهنا الكلام اللي قاله قلت لك يخليني نخاف على مستقبله، كان نشوفه في 3 سنين بركه الطفل ولا يحكي بالفاسون هذا يتخاف على غدوه، خاطر نجم يذيع يقعد بينا هو وفضاء غدوه في الليمات نجم يخسر كومبليتمون. عاش خويا كي تبدا كي نبدا انا جايك باش تنرفزني. تعريف البروفوكاسيون يفرق بيني وبينك راهو حكيم، انت تشوف في بروفوكاسيون، انا نشوف في سؤال. ابري تو كيما قلت ما قللش من الاحترام، قال لك اليوم انت شخصيه بارزه هذا السيت كوم، هاو شنو قالوا عليه؟ انت جاوب، كنت نجم تدافع عليه اوترومو. انا ريت الجواب تاع ميغالو. ميغالو قال ميغالو قال باردون سامحوني قال ومشى. انا مش قلت له راك مطالب تقول راني فشلت، دافع على البروجي من غير ما تدخل في الناس. فما طريقه مش نخاف الدنيا كلها. هو سيتون مانيغ. لا لا عاد حكيم سفيان اليوم كريم الغربي يقول لك انا في اللحظه توفيق يقول لك في المسرح نعبي، انا ناجح في المسرح، ناجح في التلفزه، ناجح في برنامج تلفزي، من حقي زاده ندافع على العمل بتاعي. وكما يقول حكيم اليوم تبروفوكيني دنيا اخرى، نمشي بلاتو اخر دنيا اخرى، نحل تلفزه دنيا اخرى دنيا اخرى. صار بروفوكاسيون وصار عليا ضغط وممكن نقص التجربه ونقص الحضور في البلاتوات ونقص تثبت، خليه يجاوب بالطريقه هذيك. ما نسبش الناس هي هو وقع استفزازه بطريقه كبيره ووضع انسان في مقارنه مع ممثلين اخرين كانوا تحت الاضواء نهار نهار كامل يقلقوا اكثر واحد. حتى في التربيه تجي لولدك تقارنه مع ولدك الاخر تعقده طال عمره. محاوله استفزازيه صحيحه موجوده، ولكن هذا مش مبرر باش انا نكون مسؤول على الكلمات نقول فيها. انا كريم نحبه وكريم شكرته عده مرات وقلت نتمنى انه كريم خاطر ينجم يعطي انه مصاب يقدم لنا رسائل باهيه، فما برشا من الشباب حبوه قاعدين ياخذوه في قدوه، انا نتمنى يقدم لهم رسائل ايجابيه. بالنسبه للكريم شوف قال كلام حلو، قال يا سيدي انا قاعد نعبي وخلينا نخدموا على رواحنا، واللي ما عجبوش يعطيني البديل. برافو لي في الكلام هذا صحيح. حلو يا سيدي الجمهور طالب كريم بالاسلوب هذا، كريم باش يطلع من حقه، راهو انا قاعد نلتمس اعذار للناس هذوما. عباد تحب تاكل خبز، عباد بطاله، القى سوق معين نتاع سمح لي في الكلمه نتاع ركاكه، دخل فيها ما عندوش خيار اخر، باش يقول لك لا باش نقعد عفيف ما نجمش، نموت بشر، عندي عائله ورايا، عندي ام وعندي بو، عندي عائله، لقيت هذا المنتوج ما يمشي كان هذا دخلت فيه،
يمكن كريم في من داخل نتاعه قاعد يقدم في انتاج هو مش راضي عليه مش حابه، لكن هذاك الموجود خلينا نخدموا على روحنا واعطيني البدائل. نتمنى ان تكون عندنا شركات نتاع انتاج تنافس الشيء اللي مانيش فرحانين به وتقدم البدائل اللي تنجم تفك الجمهور من الاطار اللي احنا قاعدين ننقدوا فيه. مش عاجبه خويا توتو الكبير الفنان الكبير مش عاجبه، نعملوا حاجات اخرى نفكوا الجمهور نتاعنا الى حاجه ما هي احسن. سامحني، هو قولوا تعب في خدمته غاديك، وانا ما تعبتش في خدمتي، مش قمت الصباح ومشيت مثلت وعملت وعملت. يا انت ما شدوكش كل يوم على راسك يا توتو يا توتو يا توتو. انا في مجهود، انا تنطق ننطق نحاول نبرر روحي، نقول اخويا ذوك بربعينهم عملوا مجهود وان شاء الله مقبول والناس حبته شويه، هذاك ايه خدم كذا، مش هذاك حد رياضي ولا حكيم. خويا نختلف معك في نقطه لهنا، مش مبرر يقع عليا الضغط اني خرج كلام مش معقول ما يمشيش معايا. شوف شو نقول لك، انا نتعامل مع خويا حكيم معي، خلينا من خويا حكيم نتعامل مع اي انسان اخر باخلاقي انا ولا باخلاقه هو؟ نتعامل معاه باخلاقي، انا عندي اخلاقي، كل كلمه باش نقول انا مسؤول عليها، كل سلوك باش نسلكو انا مسؤول عليه. معناتها اي استفزاز اللي تستفزني انت، نقصد معناتها مشكلة اي شخص باش يستفزني في الاخير الناس باش تحاسبني على شنو؟ على استفزازك ولا على كلامي؟ باش تحاسب على كلامي. انا نحب كريم رغم الاستفزازات الكل يكون ثابت وخليني نصرف انا باخلاقي. استفزازات بركه هي هي اللي خلاو جرايد لي بلاتوات مش مشكل، انا نخدم على روحي حكيم. يا اخي تلاش كيفاش نقصو نقصو نزاع، انت ما جيتوش في ساعه سعيد مهما كان إن هو يبقى مسؤول على كلامه. يا خويا ما جيتوش يختاروا له ساعه سعيده بشهر معروف. انا هي ساعه سعيده نتاعو كل كلمه تخرجها ما تنجمش تقول الكلمه هذه رد فعل طبيعي، ما فيش حاجه رد فعل طبيعي. فما نقطه في علم النفس يحكيوا عليها علماء النفس، يقول لك هي دائره الاختيار ما بين الفعل ورده الفعل، فما دائره الاختيار، انت تختار قرارك، انت تختار كلامك، ما تقولش لا والله استفزوني خرجت هكاك. اسمعني كان يرجع 30 سكوند التالي، تشوف كيفاش هادي زعيم عامل هكا يخدم على روحه من البرد والاخر يخدم على روحه هكا يا عم يخدم على روحه. هاي مادام احكي لها ساعه سعيده نبدلوا ساعه بساعه اخرى نمشي. ايه يا خويا نزار هيك جاي ما تبعدوش.